السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد مع مهدي من قناه تيجياتيك. اول حاجه كنبغي نعتذر على المده الطويله اللي ما نزلناش فيها فيديوهات على القناه، ومع ذلك بقى التفاعل ديال المتتبعين ديال قناه تيجياتيك. كنبغي نشكر اي واحد كيكومونتي في القناه او لا تيدير لايك او لا تيتابونا او لا تيبارطاجي الفيديو ديالنا. قبل ما نبداو ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وواحد متابعه، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد. دونك اليوم الاخوان عندنا واحد المشكل ديال واحد الهاتف اللي هو A71، جابوا لي واحد السيد من العائله. المشكل ديالو هو انه نسالو المود باس ونسالو كذلك البصمه، وكنفعل الوضع الامن. كيف شنو كنقصدوا بالوضع الامن في هواتف سامسونج؟ هو انه ما يمكنلكش تطفي التليفون حتى الا بغيتي تطفيه، ما يمكنلكش تطفيه حتى دير داك الكود اولا البصمه. السيد نسالو الكود والبصمه، دونك شنو هو الحل؟ هو الفورماطاج، ولكن ماشي اي فورماطاج. كيف ما كنعرفوا الهواتف ديال سامسونج ما كيتفورماطاج واحد الفورماطاج اللي هو عادي، خصوصا الهواتف اللي من الفئه ديال A70 والA71. اليوم معنا هاتف A71، غادي نوريكم الطريقه. كيف ما كتشوفوا الهاتف تيبان انه نسينا له الكود وعاطيني هنايا ريسي، يعني 7 السوايع علي 8 السوايع تسناه باش انك تجرب الكود. السيد جرب جميع الكودات اللي كان داير ومنساهم طبيعة الحال. دونك شنو هو الحل ديال هذا الهاتف؟ ماشي انه غادي تضغط فقط هكا، عفوا تضغط مثلا هكا وغيعطيك تفورماطي، اصلا التليفون ما كيطفاش. دونك شنو هو الحل ديال هذا التليفون باش نفورماطيوه؟ الحل هو بسيط وسهل. كل ما عليك هو خص يكون عندك اولا البيسي، ثاني حاجه غتحتاج كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا الشاحن اولا الشارج الكيبل عفوا ديال التيبسي. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبرونشيه مع البيسي ماشي مع شارجور. الا برونشيتي الكيبل مع شارجور ما غاديش يعطيك، دونك غادي تبرونشيه مع البيسي. انا حاط البيسي ديجا هنا حدايا، غادي نبرونشيه كيف ما تشوفوا معايا. انا برونشيت مثلا الكيبل، غادي نبرونشيه مع التليفون هكا، غيعطيني انه كيتشارجا عادي كيف ما كتشوفوا معايا. فقط غنضغط ضغطه مطوله غيعطيني بانه الشاشه رجعت للواجهه الرئيسيه. كل ما عليك هو الضغط على زر خفض الصوت مع زر الباور ضغطه مطوله كيف ما كتشوفوا معايا. غتبقى ضغط ضغطه مطوله حتى يعطيك بانه بحال الا طفى كيف ما كتشوفوا معايا، غتعطيك واحد الواجهه سوداء. هنا غادي تضغط على زر رفع الصوت عاوتاني والباور في نفس الوقت كيف ما كتشوفوا. هنا غادي تحيد يدك، غتخلي فقط صبعك على زر رفع الصوت كيف ما كتشوفوا معايا هكا. غنبقى ضاغط كيف ما كتشوفوا، غيعطيني باش انني نفورماطيه. الا ما درتيش هذه الطريقه مستحيل انه يتفورماطا. كيف ما كتشوفوا عطاني عادي باش انني نفورماطيه. كل ما عليك هو تنزل الاسفل كيف ما كنشوفوا، كيف ما كنفورماطيو التليفونات عادي غنمشيو للويب داتا فاكتوري ريزيت، غنضغطوا على زر الباور بحال هكا. هنا غنديروا ريتابلير لا كونفيغوراسيون ديوزين، غادي نديروا باور بحال هكا، وهكذا كيف ما كتشوفوا معايا التليفون غادي تفورماطا عادي بدون اي مشاكل. وهنا بطبيعه الحال يمكن لك تحيد الكابل وما تخليهش في الشحن. كل ما عليك هو تبع لي زيطاب والضغط على زر الباور، والتليفون غادي يطفى ويشعل وغيتحل المشكل ديالو بلا ما تحتاج انك تديه للمعلم او تديه لشي شخص اللي كيصلح الهواتف ويحسب عليك واحد الثمن اللي هو مثلا طالع. كيف ما كتشوفوا معايا التليفون غادي تفورماطا عادي بدون اي مشاكل. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليه واحد لايك وواحد متابعه، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش كلشي يستافد. وما عليكم غير لا تسناونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم كاملين.